بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. رئيس الحكومة التزام مالك قبل ما يجي يلبس الصورة الجديد ولا هذا بأنه رئيس الحكومة المقبل غادي يكون هو من الحزب اللي كيجي في المرتبة الأولى. أنت في تصريحات صحفية سابقة قلتي بأنه حزب العدالة والتنمية هو الحزب الأول في المغرب سياسيا. صحيح. واش كتوجد راسك باش تولي وزير أول في الدستور الجاي؟ علاش غنوجد راسي أنا وجد؟ العام غادي يستقل السيد مكيرا، شنو هي تحالفاتك؟ واش حضرتيني؟ لا ماشي شنو هي تحالفاتك؟ شوف اسير نسمعوا ناديه شوف تفضل. انا قلت لك انا واجد لان ما عمرك تحقر شي واحد ولا تحقر حزب ولا تحقر مواطن قدامك. طيب انا غنقول لك غادي نحكم مع اللي غادي يبغي يحكم معايا واللي انا وياه غنكونوا اغلبيه في البرلمان النهار اللي غيعيني جلالة الملك. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ولملكي ولوطني وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة وأن أخدم الصالح العام ساهرا على سيادة المغرب ووحدة ترابه. الله يبارك في مصيري. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمدينة ميدلتا السيد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعينه جلالته بمقتضى الدستور الجديد رئيسا للحكومة، وكلفه جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة.